يعتزم البابا بندكتس السادس عشر طرح ألبومٍ يحتوي صلوات وتراتيل دينية له، ترافقه فيها موسيقى كلاسيكية. بابا الفاتيكان لم يضع اسما حتى الآن للألبوم الذي يعتزم تقديمه، ويضم 8 مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة. ستعزف فرقة الفيلهارمونيك الأكاديمية في روما خلف البابا بنديكتوس السادس عشر الذي سيتلو صلوات وتراتيل دينية لمريم العذراء. العمل مكون من 8 قطع موسيقية جميعها بصوته. البابا يتحدث بصوته في غالبية هذه القطع الصوتية. العمل الموسيقي الجديد سيشارك فيه أوركسترا الفيلهارمونيك الملكية والتي تسجل عملها الفني في أبي رود. يشارك أيضا في العمل الفني فرقة الفيلهارمونيك الأكاديمية في روما والتي تسجل أعمالها في استوديوهات الفاتيكان. ألبوم البابا الجديد لم يكن من بنات أفكار الفاتيكان، لكنها فكرة قدمتها مجموعة إيطالية تدعى مالتيميديا سان باولو، وهي مجموعة تعمل في مجال الصوتيات والمرئيات. ومن المقرر أن تذهب عائدات بيع الألبوم الذي من المقرر أن يصدر في نوفمبر تشرين الثاني القادم لصالح تعليم الأطفال المحرومين من التعليم حول العالم. أعتقد أن الألبوم موجه لغير الكاثوليك وربما لغير المسيحيين، وربما يعجب عشاق الموسيقى الكلاسيكية بما سيقدم. بنديكتوس السادس عشر ليس أول بابا للفاتيكان يسجل صلواته في ألبومات مصحوبة بالموسيقى الكلاسيكية، حيث قدم البابا السابق يوحنا بولس الثاني نفس الفكرة قبل نحو 12 عاما. ياسر البرديسي، بي بي سي.